السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه التغطية التي نواكب فيها عملية وادي الدوم الثانية لرد المعتدين عن العاصمة طرابلس والمدن والمناطق المحيطة بها. ستكون ساعة نقاشنا هذه مخصصة لردود الفعل التي صاحبت هذه العملية، ومن بينها إبداء القلق كما عودتنا دائما البعثة الأممية إلى ليبيا، وأيضا استمرار الثوار في إطلاق عملياتهم العسكرية. سنبدأ النقاش مع مجموعة من الضيوف في هذه الساعة بعد متابعة هذا التقرير، تابعوه ومن ثم نبدأ النقاش. الإعراب عن القلق والمغادرة بقلب مفطور، هذا ما أسفرت عنه زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بينما يواصل غسان قلقه الشديد جدا بعد التعنت الذي لقيه من قبل مجرم الحرب حفتر. يبقى خيار الحل السياسي المزمع إرساؤه في الملتقى الجامع يستحيل تحقيقه مع من يتوعد بالفتح المبين ويطلب رفع الرايات البيضاء من أهالي عروس البحر ومن حولها، لكن ذاكرته المثقوبة كانت بحاجة لمن يعيد لها كوابيس لا تروق لعجرفته، فكان رد عملية وادي الدوم في نسختها الثانية، ولتلقى أرتاله ما لقيه رتل 19 من مارس، ولتبعث في النفوس آمال تجديد العهد لمشروع فبراير الذي أعلن منذ انطلاقته ألا لحكم العسكر وعودة حكم الفرد، وليتماسك صفها من جديد ويعزز المشترك بعد أن عادت استفاقة لطالما ترقبها أحرار فبراير. تم نقض العهد ومحاولة الطعن في الظهر، ونتفاجأ بتحركات عسكرية مصحوبة بخطاب تعبوي من حفتر تعيدنا مفرداته إلى زمن الدكتاتوريات والحكم الشمولي، ولتجد الدعم والمساندة لمن ينشد الاستقرار والعيش الكريم لوطن عانى ويلات 4 عقود من الدكتاتورية والاستبداد بأبشع أنواعها، ويترجم ذلك في أرض الواقع بتتابع الأرتال والثوار من كل حدب وصوب لحماية العاصمة، ولترسل رسالة مفادها أن لا حل إلا بسواعد شباب الوطن، وأن ليس للتدخلات الخارجية إلا إبداء القلق الشديد وإطالة عمر الأزمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم. كنا قد تابعنا هذا التقرير، والآن أرحب بالضيوف الكرام معي في هذه التغطية عبر الهاتف المحلل السياسي محمد الدرات، أرحب بك، وأيضا عبر الأقمار الصناعية رئيس رابطة مهاجري بنغازي السيد سعد العبيدي. أبدأ معك سيد الدرات، هل تبقت أي آمال لانعقاد الملتقى الجامع بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة منذ الخميس الماضي؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولكل الأخوة المشاهدين. حقيقة بعد هذه الأحداث وهذه الهجمة المسعورة التي قام بها حفتر على طرابلس، حقيقة هي هجمة على ليبيا، على كل يعني ما تبقى من ليبيا، وما حاول يعني الليبيون المحافظة عليه طيلة الفترة الماضية من خلال تقديم كثير حقيقة من التنازلات التي يعني جعلت حفتر يتغول ويتمدد ويعتقد أنه قادر على بسط سيطرته على البلاد. فما يخص الملتقى الوطني الذي كان يفترض أن يعقد في دامس، التصور الآن أصبح يعني من الصعب جدا أو غير منطقي يعني انعقاد هذا الملتقى لأسباب كثيرة. أولا طرف الصراع الذي كان يعني يفترض أن تتم التسوية بشكل أو بآخر لتهدئة ول يعني إيقاف هذا الصراع،
تطور الصراع وأصبح يعني الرجل بادر بعملية تدل على أنه يقول لا لأي حوار، لا لأي ملتقى، لا لأي تسويات، لا صوت إلا صوت البندقية. عندما دخل إلى غريان وهي بوابة الجبل حقيقة، فهو يقول إني يعني الآن إغدامس تحت يدي أو أنا أقطع الطريق على إغدامس الذي سينعقد فيه الملتقى، فلا يمكن إجراء ملتقى يعني يضم مختلف الأطراف من الليبيين فيه، وهو الآن أصبح يعني مكان غير آمن، أصبح مكان مقطوع الطريق، هناك جزء لعل ميليشيات حتى تصول وتعود فيه الفساد، فبعثة أخفقت بشكل كبير. المثير للانتباه أن الأمين العام أتى إلى ليبيا للاحتفال وحضور هذا الملتقى وإعطاه مزيد من الشرعية الدولية أو بشكل أو بآخر، وكانت كل يعني الاتجاهات تتجه لأنه ستكون هناك قرارات من مجلس الأمن ومن الجامعة العربية ومن الاتحاد الأوروبي ومن كل القوى الدولية لمباركة هذا الملتقى. نحن قبلنا حقيقة الأمين العام بعد دخوله لغريان، كان واضح العجز حقيقة على الأمم المتحدة، كان يقول بصراحة يعني أنا لا أملك إلا صوتي، لا أستطيع أن أفعل الكثير، كان كلام محبط حقيقة بشكل كبير، مما يدل على أنهم استسلموا و يعني سلموا في هذا المشروع. هو في الواقع مشروع الدفع يعني، وهي التي كانت تدفع لي، ولكن عندما حفتر قام بهذه العملية العسكرية توقف كل شيء، وحتى لم نسمع إدانة حقيقة يعني ترتقي إلى مستوى الحدث. فهو الآن يهجم على طرابلس، الآن يهجم على حكومة اعترف بها العالم، اعتبر كل من لا يعترف بهذه الحكومة معرقلة لاستقرار ليبيا يتحل عليه العقوبات، ولكن في نفس الوقت عندما هجم حفتر وجدنا صمت إلا من بعض الصحف يعني الأجنبية سواء الإنجليزية أو غيرها، ولكن كردود أفعال رسمية ويعني ترتقي لمثل هذا الحدث حقيقة لا توجد. فسؤالك عن الملتقى الجامع، لا أتصور حتى الليبيون الآن يعني يمكن أن يقوموا بمثل هذا الملتقى في حالة الحرب الموجودة الآن. تصور هناك شروط الآن ستكون موجودة على الطاولة لإقامة أو لجلوس على أي طاولة حوار قبل تنفيذ هذه الشروط، بالتأكيد لا يمكن الدخول في مثل هذا النفق يعني في هذه الظروف. طيب ربما يمكن انعقاد الملتقى الجامع مع وضع شروط مسبقة للتفاوض بين الطرفين، خاصة الآن أن موقف حفتر قد أصبح ضعيفا جدا وهو مهدد حتى باندلاع الحرب في مناطق سيطرته في الشرق الليبي. حقيقة يعني لا نستطيع أن نقول بأن حفتر موقفه ضعيف، نحن نعلم بأن هناك أيضا دول تدعم حفتر. حفتر لم يقم بهذه العملية إلا بعد أن تحصل على الضوء الأخضر من بعض الدول، فالآن يعني إذا لم يتخذ المجلس الرئاسي والقوات الجيش الليبي الشرعي يعني كل الاحتياطات يتوقع حتى تدخل أجنبي بشكل أو بآخر، يعني لا يمكن الآن أن يطمئن الليبيون لأي حدث ممكن أن يحدث. فحفتر ما لم يرجع إلى مناطقه الأصلية، وهو في الواقع لا توجد له منطقة الآن، نحن لدينا مناطق عسكرية كلفت من قبل المجلس الرئاسي، يجد كل أمر منطقة لديها أمر، وكل أمر منطقة يبسط سيطرته على هذه المنطقة، وهذا وفقا للقانون وفقا للشرعية الدولية التي يعني سمخوا أداننا بها. فالآن لا تصور أن يكون هناك حوار أو لقاء إلا بعد أن تكون هناك تهدئة حقيقية، وأن يرجع
المعتدي إلى أدراجه وإلى قواعده، ثم وتسيطر كل المناطق حقيقة على أماكنها وعلى يعني حدودها، ثم بعد ذلك يمكن فتح حديث. أما الآن هناك اعتداء، اليوم تسلل بعض المجرمين إلى داخل بعض الأحياء يعني في أطراف طرابلس، عاثوا فيها الفساد، هناك امرأة قتلت، هناك اثنين من الأطفال قتلوا لا لشيء إلا لأنهم يعني كانوا مارين من مكان ما فضربوا بالرصاص بشكل فج. يعني عصابات مجرمة الآن تجتاح المدن الليبية، فلا يمكن الآن التركيز إلا على إزالة هذا الخطر، لا بل إزالة مصدر هذا الخطر من مكانه حقيقة. طيب ابقى معي سيد الدرات، استقبل السيد سعد العبيدي رئيس رابطة مهاجري بنغازي، ينضم إلي الآن عبر الأقمار الصناعية. سيد العبيدي أرحب بك. أهلا وسهلا يا أخي. لازال الخطاب الإعلامي لأذرع الكرامة الإعلامية كمتحدثها الرسمي المسماري، وأيضا بعض القنوات الممولة إماراتيا وخارجيا تتحدث عن انتصارات داخل العاصمة طرابلس، وأيضا تتحدث عن تقدم لقوات ميليشيات الكرامة. هذا الضغط الإعلامي الذي تقوده هذه القنوات بشكل ربما يراه المتابعون للوضع في طرابلس هنا بأنه كذب فاضح، برأيك هل هذا دليل واضح جدا على انهيار معنويات المؤيدين لميليشيات الكرامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم وأحيي قناة التناصح وكل مشاهدي قناة التناصح ولضيوفك الكرام. حقيقة خليني نبدأ من الأول، ما حدث في مدينة طرابلس في عاصمتنا الحبيبة هو متوقع منذ فترة حقيقة، متوقع أنه سيكون هناك هجوم كبير، وخاصة أن الأمر قد صدر من جهات عليا من قوى عظمى إن صح التعبير، وسميناها بالقوى العظمى من بداية الثورات العربية ومن بداية انتفاضات الشعوب العربية والربيع العربي. كان الأمر واضح بكل وضوح أنه لابد أن تضرب هذه الثورات ولابد أن يقضى عليها، فخروج الناس في الشوارع وهذه الانتفاضات العظيمة الكبيرة ومطالبة الناس بحريتها وامتلاك إرادتها، هذا يشكل خطر ونقوص، خطر يدق عند الدول العظمى وعند أصحاب الرأي في العالم. فكان القرار متفق عليه من الجميع، لابد من ضرب هذه الثورات، وكل ثورة من الثورات العربية أخذت أسلوب معين لضربها. نجى الله سبحانه وتعالى الثورة الليبية في البداية ونجحت، ويعني حصلت على الزخم واعترف بها العالم وأزالت الطاغوت القذافي وبسطت نفوذها، لكن لا يزال في بالهم ولا يزال في عقولهم أن هذه الثورة لا يمكن لها أن تنجح، وخاصة أن ليبيا لها هذه الإمكانيات ولها هذه الثروات ولها هذه العقليات وهذا التمسك بحقوقها ومطالبها. فبدأوا الآن ومنذ فترة، منذ حوالي يعني حوالي سنتين بعد الثورة بدأ التخطيط لهذه الثورة، أو ربما بعد السنة الأولى بدأ التخطيط لهذه الثورة، ووصل بهم الحال أن لا بد من التدخل العسكري، وبدأوا بالمنطقة الشرقية، وللأسف سقطت المنطقة الشرقية بعد 3 سنوات بعد تكالب الدول الإقليمية على بضع مئات من الرجال وبضع مئات من الثوار الأبطال، وتم قصفهم بالطيران وبالغازات السامة وبالقنابل الموجهة وبالصواريخ الموجهة، وسيطروا عليهم بعد دمار البيوت ودمار المدن، والآن انتقلوا لكي يكملوا يعني مشوارهم ولكي يكملوا المسار متاعهم في القضاء على الثورة الليبية. فما يحدث الآن في مدينة طرابلس هو استكمال للسيناريو، ودعك من هذه الاجتماعات وهذه المؤتمرات وهذه المبادرات التي في ظاهرها هي رحمة وفي باطنها وهو الأصل هو العذاب، هو الدمار لهذه الدول ولهذه المدن التي ثارت في وجه الطغيان والتي طالبت بإرادتها الحرة. الآن بدأ السيناريو،
يعني عندما يتكلم الأمين العام للأمم المتحدة، عندما يأتي أصلاً أمين الأمم المتحدة ولا الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الوقت بالتحديد، وأثناء زيارته وأثناء وجوده يتم الهجوم علينا وعلى مدينتنا الحبيبة طرابلس، عاصمتنا الحبيبة، وعلى الغرب الآمن المستقر المتحضر المتطور الذي يؤسس للدولة الليبية الحديثة التي يسعى لها كل شخص، كل حر، كل عاقل يسعى للنهوض ببلده. بدأت هذه المعالم تتضح في الجهة الغربية من ليبيا، وإذا بهم يتكالبون عليها ويتوجهون إليها بالصواريخ وبالطائرات وبالدبابات وبكذا. فهذا السيناريو متوقع حقيقة من كان يتابع المشهد، لكن إصرار بعض إخواننا أو بعض السياسيين، وهذه تحسب لهم وليس عليهم، خليني أكون صريح، إنهم أرادوا بكل قوة أن يحقنوا الدماء وأن يمنعوا الخراب والدمار وأن يمدوا أيديهم للسلام، مقابل أولئك كان يحجموا. حفتر لم يخرج له بيان واحد منذ انقلابه المشؤوم، منذ إعلانه عن انقلابه المشؤوم في 14/2/2014، منذ أن أعلن انقلابه المتلفز، لم يخرج ببيان واحد يدعو إلى التهدئة، لم يخرج ببيان واحد يدعو إلى إقامة ليبيا، لم يخرج ببيان واحد المحافظة على ليبيا وعلى مقدرات ليبيا وعلى أبطال ليبيا وعلى رجال ليبيا وعلى تأسيس لمرحلة جديدة لليبيا. لا، لم يخرج، لم يخرج علينا إلا ببيانات التهديد وبيانات العسكرة وبيانات السحق. حتى الأسرى المعترف بهم دوليا كان يقول في الفيديوهات المنتشرة: ليس هناك أسرى، ليس هناك خذ من معركة واسجن السجين ويأكل ويشرب. لا لا، ليس هذا قانون. قانوننا هو القتل، هو الرمي بالرصاص في أي مكان، ومثلوها على الأرض، وأخرجوا الناس من القبور وقتلوا المشايخ والعلماء. هذا كان خطهم في الوقت اللي كانت فبراير مصرة ولا زالت مصرة على السلام وعلى حقن الدماء. نعم. لأننا يقين نعلم أن كلنا ليبيين وكلنا لنا الحق. طيب سيد سعد، لكن أن يعتدى علينا. نعم نعم يا أخي. أستقبل الصحفي والمحلل السياسي الدكتور محمد فؤاد، ينضم إلي عبر الإنترنت. ترحب بك دكتور فؤاد. أهلا بكم، السلام عليكم. قبل قليل تحدثت بعض وسائل الإعلام نقلا عن مصادر حكومية رفيعة المستوى هنا في ليبيا أن السراج أبلغ السفيرة الفرنسية احتجاجا شديد اللهجة على دعم فرنسا لحفتر، وطلب بوضع قوات حفتر تحت الرقابة الدولية، ورفض وساطات لوقف إطلاق النار، فيما احتجت السفيرة الفرنسية على اتهام السراج لبلادها بدعمها لحفتر، وقالت بأنها ملتزمة بدعم حكومة الوفاق. هذا التصعيد شديد اللهجة الآن وضع ربما بعض الدول في موقف حرج، كونها قد تورطت في فترة ما في دعم واضح وصريح لميليشيات الكرامة. الآن كيف يمكن أو كيف تقرأ المشهد الدولي بعد تصعيد السراج خطابه تجاه حفتر ووصفه بالمتمرد؟ هو هذا ما كنا ننتظره منذ مدة حقيقة، يعني منذ 3 سنوات ونحن نطالب باعتبار المتمرد في المنطقة الشرقية متمردا عسكريا، وخصوصا إنها عندما أعلن انقلابه كان أعلن انقلاب على السلطة الشرعية الوحيدة اللي كانت موجودة آنذاك. الحقيقة تأخر كل هذا، وهذا يعني أحيانا الرغبة في السلام تؤدي إلى المزيد من الدماء، وهذا ما حدث معنا كما قال ضيفك قبل قليل. أنا أستطيع أن ألوم كل السياسيين لأنهم فعلا أرادوا الوصول إلى حل والوصول إلى السلام، وأرادوا حقن الدماء وأرادوا تجنيب ليبيا المزيد من الحروب والويلات، ولكن للأسف الشديد لم يفهموا طبيعة العسكر. العسكر كما نشاهده اليوم، الرغبة في السلطة، الرغبة في تأسيس مملكة عائلية شبيهة بمملكة معمر القذافي، ولكن قد تكون خطوة فعلا متأخرة، ولكن أن تأتي متأخرة خير من لا تأتي أبدا. المفروض يزيد هذه الضغوط، لأن مش فقط فرنسا هي من تدعم، هناك دول بين قوسين شقيقة هي المسؤولة الأولى عما يحدث الآن في ليبيا،
من سفك دماء، وأخص طبعا بهذا الذكر بالذكر هاتين الدولتين الإمارات والسعودية، وخصوصا أن آخر زيارة معلنة لحفتر كانت للسعودية، وبعدها بأسبوع تم إعلان هذه العملية البربرية الحقيقة. الشيء الآخر اللي فعلا يعني يثير القلق يعني دور وزارة الخارجية الليبية، يعني رغم الجيوش من العاملين في السفارات الخارجية لم نشاهد سفيرا واحدا من سفراء ليبيا في الدول في الخارج وخصوصا في الدول المهمة يخرج بتصريح أو ببيان، لم نشاهد أي عمل لأي سفير أو اتصال بأي وزارة خارجية في الخارج وخصوصا في الدول اللي دعمت حفتر، لم نشاهد حتى تصريح لوزير الخارجية حول الموضوع، بل بالعكس يعني بنذكر الناس أن ستيفاني ويليامز في لقائها مع منظمات المجتمع المدني في ليبيا في طرابلس قالت بالحرف يعني أن ما تدروش تلوموا البعثة عن عدم تدوينها لجرائم الموجودة في الشرق، احنا تكلمنا عليها، ولكن المسؤولين المعينين من قبل الحكومة في المراكز الدولية المهمة خصوصا في الأمم المتحدة وفي في دول مهمة مثل هولندا وسويسرا لم يتحدثوا أبدا عن هذه الجرائم. الآن نطالب بكل قوة بإقالة حقيقة وزير الخارجية. وزير الخارجية موقفه صراحة في ظل كل هذه الأزمة موقف مخزي حقيقة، وخصوصا في دماء تسيل، يعني اليوم على الأقل هناك 4 أو 5 شباب استشهدوا يعني في القتال في طرابلس اللي هي أصلا أكثر المدن آمنة في ليبيا، هذا غير مقبول وغير معقول يعني. طيب، على صعيد التنافس الدولي في الملف الليبي، كان هناك في بداية انطلاق العملية العسكرية تصريحات شديدة اللهجة من إيطاليا، وقالت بأن حفتر إذا لم يسحب قواتها المتوجهة نحو العاصمة فإنه سيرى شيئا لم يره من قبل. طبيعة هذا التصعيد في الخطاب الإيطالي وحديث حتى بعض البرلمانيين عن أن هكذا اشتباكات قد تضر بالأمن القومي الإيطالي، إلى ما توحي دكتور؟ هو شوف يعني لم أسمع طبعا التصريح هذا الأول، يعني ما سمعتهش، ولكن المشكلة مش هنا في الحقيقة. إيطاليا الحكومة اللي فيها متخبطة جدا، وهذا نعرفوه من بعد الانتخابات، حكومة ليست لديها أي خبرة سياسية. الصوت العالي هنا في إيطاليا هو صوت البرلمانيين، وخصوصا البرلمانيين من الأحزاب القديمة في السياسة، اللي فعلا لأن طبعا كما يعلم الجميع ليبيا ركن أساسي في السياسة الخارجية الإيطالية، لكن هذه الحكومة الموجودة حاليا وهي حكومة متشكلة من أحزاب ليست لها أي خبرة سياسية، لا تعرف كيف تقود الأمور، وفي الحقيقة يعني هناك استياء كبير خصوصا من البرلمانيين كما قلت قبل قليل حول أداء هذه الحكومة. في الحقيقة الدول الأكثر معارضة لما يحدث الآن وبكل وضوح هو الدور البريطاني، يمكن معرفة هذا حتى من الصحافة البريطانية نفسها. الصحافة البريطانية تهاجم حفتر بكل قوة يعني، وتعتبر أن ما يحدث هو إثارة للفوضى. موقف متغير من الإنجليز، ربما يكون أيضا في صراحهم مع الفرنسيين. يعني إحنا دائما ما نتحدث عن الصراع الإيطالي الفرنسي وننسى أن هناك صراع أيضا بريطاني فرنسي، ولكن يدور في الكواليس بطريقة هادئة. طيب، اللي يفرق في الصراع هذا، شوف يعني بنقول يعني كلمة تكون واضحة، الصراع هذا الآن لا علاقة له إلا بما يحدث على الأرض. الدول الغربية استعملت سياسة لم آمر بها ولم تسوها. الآن إذا كان فعلا الليبيين يريدون بناء دولة، وكانوا فعلا يريدون إنهاء هذه الحروب وسفك الدماء اللي مستمر من سنة 2014 إلى اليوم، فما لهمش حل إلا القضاء على الأرض على التمرد العسكري. والحقيقة يعني جت فرصة الآن كبيرة، القوات اللي أرسلها حفتر شبه محاصرة، يمكن القضاء عليها أو تجريدها من سلاحها، أي شيء هزيمة منكرة لهذه القوات، هذا هو الحل الوحيد إذا كنا فعلا نريد دولة. وبعدها العالم أو المجتمع الدولي سيعترف فقط بمن لديه القوة، وربما المؤامرات لن تنتهي، ولكن الشيء المؤكد أن إذا تم القضاء على حفتر عسكريا فهي ستكون نهايته عسكريا وسياسيا، وربما نستطيع بعدها
أن نتحدث فعلا عن بناء دولة. يكفي الآن يعني 8 سنوات من بعد الثورة ونحن ولازلنا في المربع الأول. طيب أرجع لك سيد محمد الضراط، الكثير اعتبر أن حفتر وقع ضحية وعود لم يستطع من أعطاه إياها مجاراته فيها بعد ردة الفعل الصادمة التي أتت من المنطقة الغربية، وهذا ربما قد يترجم حتى الموقف الدولي والعربي الباهت جدا. كيف يمكن لساسة المنطقة الغربية الذين اجتمعوا على قلب رجل واحد في اتجاه مقاومة دخول حفتر للعاصمة أن يزيدوا من حدة تصعيد الخطاب حتى يحصلوا على موقف واضح؟ نعم، أولا لا شك بأن الآن موضوع التفاوض والتسويات بشكل أو آخر يحتاج حقيقة في الجميع. لا يمكن فصل السياسي عن العسكري. الآن هناك حكومة، هناك مناطق عسكرية شرعية، لديها ضباط، لديها قيادات عسكرية، هناك يعني كثير من النخب التي الآن موجودة كقيادات سياسية لمختلف المكونات الموجودة. أتصور بأن كل هذه الأطراف عليها الآن أن تتكاتف وتتواصل. علينا أن لا نقع في فخ هؤلاء يمثلون مصراتة، وهؤلاء يمثلون طرابلس، وهؤلاء يمثلون لا أدري من. يجب أن يكون هناك صوت واحد، هدفنا واحد. المعركة أظهرت أن الجميع لديه نفس الهدف، هو الحفاظ على الدولة، التعدد السلمي، مبادئ ثورة 17 فبراير التي تتكلم عن الحرية والعدالة ودولة القانون ودولة التعددية. فلا يمكن الآن أن يسمح الساسة الموجودين بتقسيمنا من جديد. ولذلك ما أقوله هو أهم ما يمكن أن يقوم به هؤلاء الساسة بمختلف توجهاتهم وأفكارهم، أن يكونوا يدا واحدة، مطالبهم واحدة، يبتعدوا عن الغنيمة وعن فكرة التقسم قبل أن يكون لديهم نفس الهدف، نفس الرؤية. غير ذلك سيكونوا مشتتين، مفتتين، سيحاولوا أن يدبوا أو يصنعوا الخلافة بينهم، ويحدث مثل ما حدث في الصخيرات، كانت يعني كان طرفان في البداية أصبحوا أطرافا كثيرة. ولذلك المرحلة القادمة علينا نتعلم من الماضي، نتعلم من ما حدث في المرات السابقة، والآن لا مجال للانقسام، لا مجال للتمثيل المتعدد، لا، نحن نستمع، نتفق، هذه رؤيتنا، هذا طريقنا، هذا هدفنا، وعلينا أن نمضي به جميعا. طيب أرجع إلى السيد سعد العبيدي معي عبر الأقمار الصناعية. سيد سعد، إلى حد الآن لا يوجد موقف عربي واضح من الهجوم الذي شنته ميليشيات الكرامة، وكان هناك تغريدات متواصلة لمدير شرطة أو مدير عام شرطة دبي السابق ضاحي خلفان يتحدث وكأن ليبيا بحسب ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وكأن ليبيا أصبحت الإمارة الثامنة للإمارات العربية المتحدة. إذا كان هناك شخص ما زال يحمل في داخله الوطنية ويرى هكذا التصرفات، ألا يمكن أن يفتح بهذه الطريقة ملفات للمراجعة؟ لأنه ربما الأمر يمس السيادة الوطنية. نعم يا أخي الكريم، لعل أخونا أستاذ محمد الضراط يعني ألمح إلى بعض هذه الأشياء، وهي لابد من أول مرة من توحيد الكلمة، لابد أن تذوب هذه الأفكار وهذه المفارقات وهذه التشققات التي بين السياسيين وبين النخبة. الهدف واضح الآن، نريد ليبيا كما يحلم بها كل الليبيين، كما يحلم بها الفبراريين الأحرار، نريد ليبيا واحدة موحدة. الأمر الثاني، لابد بلد الموبقات هذه وليست الإمارات، بلد الموبقات لابد أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتبعد على شعب ليبيا، بيننا وبينها آلاف الكيلومترات.
سبحان الله آلاف الكيلومترات وهي تخصصت في زرع الفتن وضرب النسيج الاجتماعي وخراب ليبيا ودمار ليبيا. كل هذا أدوات تستعمل من قبل الغرب، من قبل الدول العظمى التي أصدرت القرار واضح بضرب الثورات العربية، أخذت هذه الأدوات سواء كانت الموبقات أو دولة جارة مصر، يعني هؤلاء استعملوهم في ضرب الثورة في ليبيا. فأنا نقول بكل صراحة لابد لنا أن نحمي ثورتنا، لابد أن نحمي ليبيا، لابد أن نموت من أجل ليبيا. أخي الكريم، الحرية والإرادة الحرة لا تعطى، صدقني لا تعطى بالمبادرات وبالتوافقات وبالسياسيات لا يمكن، لا يمكن لشعب أن يعطى حريته إلا بيده، إلا بدمه، إلا بأبنائه، إلا برجاله، إلا بسلاحه، إلا بقوته، إلا بوضوح قضيته وعدالة قضيته. هنا فعلا يحترمنا العالم ونأخذ حقنا ونعيش على أرضنا سعداء كرماء. هكذا هي الحياة، لم تعلمنا الحياة أكثر من ذلك يا أخي الكريم، وخاصة في هذا العصر، عصر الغابة، هكذا القوي يأكل الضعيف، هكذا هو الوضع. لا حقوق إنسان ولا مبادرات ولا توافقات ولا، كل كذب، كل خداع. لابد لنا أن نحمي بلادنا، لابد أن نلتف عن بعضنا، لابد أن تكون رسائلنا واضحة للجميع. ولي هنا كلام لأهلنا ولازلنا نسميهم أهلنا الذين يبعثون أبنائهم. أولا يا أهلنا في الشرق، يعني مفروض عرفتم حفتر شندار في الشرق، عرفتم شن سبب لكم من كوارث ومن دمار ومن خراب، عرفتم أن هدف حفتر هو الوصول إلى السلطة، والله ليس القضاء على الإرهاب ولا سعادة الليبيين ولا الرخاء الذي وعد به الليبيين، كله كذب ونفاق. ما هو إلا يبقى هو في السلطة، هو وعائلته، ولعل هذه السنين كانت واضحة أمامكم. فبالله عليكم اتقوا الله في أبنائكم الذين ترسلونهم ليل نهار لهذه المحرقة، وهذه الفيديوهات وهذا المنظر المشين لأبناء ليبيا أذلاء بهذا الشكل، يمسكون باليد وهو مقاتل، مهما كان مقاتل هو يمسك باليد ويصبح أسير ذليل في وطنه، يعني أمر صراحة ليس بالسهل. طيب أمر صعب جدا، لابد لنا أن نعيد التفكير في هذا النهج، وخاصة بعد هذه النتيجة المؤلمة. طيب دكتور محمد فؤاد، وردنا قبل قليل عن طريق مصادر إعلامية أن روسيا أعاقت إصدار بيان من مجلس الأمن يدين تحركات حفتر، وقد حصل سجال بين مندوب روسيا ومندوب الولايات المتحدة الأمريكية حول التعرض لميليشيات حفتر في الاسم في البيان، حيث طلبت الولايات المتحدة أو رفضت إصدار البيان ما لم يحمل اسم قوات خليفة حفتر ووصفها بأنها معتدية على العاصمة طرابلس، فيما اعترضت روسيا على تخصيص حفتر بالاسم وقالت يجب أن يبقى الخطاب عاما. الآن ربما قد يتحول الصراع على العاصمة طرابلس إلى الساحة الدولية بشكل أكبر، يعني بين روسيا وأمريكا، أبعاد هذا التحول دكتور؟ لا هشوف، احنا يجب أن نخرج من الصراع من هذه الدائرة. الآن الصراع كما قلت قبل قليل على الأرض، إذا كنا فعلا نريد إنهاء الصراع الفرصة موجودة، يمكن القضاء على قوات حفتر الموجودة الآن اللي هي أكبر جزء من قواته، لن يملك أي قوة بعد القضاء على هذه القوة وانتهى الأمر. دعنا من الصراعات بين روسيا وأمريكا وهذه المسلسلات اللي نشاهد فيها في المنطقة العربية من 30 إلى 40 سنة. طيب هل ترى يعني حتى تكون الصورة واضحة، أنت ترى بأن حقيقة الصراع هي ما يحدث على الأرض، واستجابة لذلك تتعدد الآراء والخلافات الدولية؟ لا أنا أرى أن حل الصراع، لا شك أن فيه صراع دولي، ولكن حل الصراع الآن موجود على الأرض. يجب أن لا ننشغل بهذه المهاترات الدولية وبهذه المسلسلات اللي جزء منها في الحقيقة كاذب، يعني المجتمع الدولي غض نظره عما يحدث في ليبيا، لأن المفترض باتفاق الصخيرات اللي هو طلع به قرار من مجلس الأمن أنه الحكومة الموجودة في ليبيا هي حكومة واحدة ويجب معاقبة كل المعرقلين. المدة اللي فاتت كان المجتمع الدولي يحاول مكافأة المعرقل الأساسي المتمرد بإعطائه وزارة الدفاع وبإعطائه قيادة القوات المسلحة بل وبجزء حتى من النفط،
كما صرح بذلك غسان سلام. فأنا أعتقد أن أي كلام على أن دور أمريكا أو دور روسيا أو غيرها من هذه الأدوار هو مضيع الوقت. الآن الدول الغربية سمحت لحفتر أو الدول المجتمع الدولي سمح لحفتر بالتحرك لأسباب كثيرة وغض النظر عنه. إذا يعني إذا نجح والله إحنا ما كناش معاه ولكن كويس وممتاز. لو فشل فالكل حيتنصل منه وهذا ما سيحدث. الآن هزيمته على الأرض يعني خروجه من المشهد، يعني خروجه من المعادلة، يعني أنه بالإمكان حقيقة أن ممكن إحنا نديره فعلا عمل حقيقي والسير إلى دولة حقيقية. يجب علينا في هذه اللحظات عدم الانشغال بالمهاترات الدولية، وإن كان كما قلت قبل قليل المفروض على الحكومة وخصوصا وزارة الخارجية تبيين نقطة أن هناك حكومة واحدة في ليبيا وأن أي قوة تهاجم طرابلس هي قوة متمردة. هذا ما قامتش به وزارة الخارجية، ولهذا أنا أطالب وبكل شدة بإقالة هذا الوزير. نعم سيد محمد الضراط، ربما الوحدة السياسية مهما حصل فيها لم تستطع تدارك تخاذل موقف وزير الخارجية ووزارة الخارجية حتى على مستوى السفراء كما تفضلتم قبل قليل، وطلبتم أيضا يعني إقالة وزير الخارجية الطاهر السيالة. إذا ربما صعدت لهجة الخطاب عن طريق السيد رئيس المجلس الرئاسي نفسه فايز السراج، لماذا يمكن القول بأن وزير الخارجية أكثر فعالية منه؟ سيد الضراط، طيب أرجع إلى الدكتور محمد فؤاد مرة أخرى طيب ربما أيضا حتى الدكتور محمد قد فقدنا الاتصال به. سيد سعد، على صعيد الكلام عن الجيش والمؤسسة العسكرية واحترام حقوق الإنسان إلى آخره، كان هناك فرق في معاملة الأسرى بين الجيش الوطني الليبي الحقيقي هنا في المنطقة الغربية وبين ميليشيات الكرامة التي نبشت القبور وحرقت الجثث ولم تحترم قانونا دوليا ولا إنسانيا ولا عرفا محليا ولا دوليا ولا حتى تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. سيد سعد، نعم نعم يا أخي كريم، نعم هل سمعت السؤال؟ هو طبعا سمعته. هو طبعا القانون في المنطقة الشرقية أو القانون في المعارك الدائرة في المنطقة الشرقية هو قانون حفتر، يعني قانون حفتر يقول ليس هناك أسرى. ما نعرفش أن أسرى زي ما تعامل في تشاد، زي ما تعامل يبدو أن المدرسة بتاعته لها خط معين في الحروب وهي الفوضى والاستهزاء بالأرواح والقتل والدمار والخراب وكذا. فكان يقول بكل صراحة ما نعرفش أن نجيب أسير ونصرف عليه وكلفني كذا وأكل ودواء، ولا ما فيش كلام هذا. ما دام أنا مسكته في أرض المعركة على طول هذا قتل وهذا يخالف القوانين المعمول بها. لكن للأسف أقول بصراحة وكل ألم، من أصدر هذه القوانين ومن تكلم بلغة العالم وبلغة الحقوق الإنسانية الآن النفاق يضرب مداه لديهم. يعني مش حقه حفتر هو ينبش في القبور، وحقه حفتر وهو قياداته يصفوا في الناس في الشوارع ويقتلوا في الناس في الشوارع ويخطفوا في الناس في الشوارع. مش حقه حفتر هو يضرب في المدنيين بالطائرات وين القانون اللي يحكوا عليه؟ وين القانون العالمي؟ هم شاطرين في كلمة القلق القلق القلق، يركبون القلق من الكلمة متاعهم ظاهر. الأمر واضح يا أخي أن اللعبة كبيرة وأن المؤامرة كبيرة وأن الكيد كبير وأن الناس كلهم أو الدول هذه متفقة على ضرب الثورات العربية كما أسلفت. لكن أحب أن أؤكد على نقطة وهي التي تفضلت بها للإخوة وهي قضية وزارة الخارجية. أخي الكريم، السفارة لها دورين أو لها وظيفتين إن صح التعبير. أي سفارة موجودة في الدول اللي برا، أول مرة مساعدة الليبيين في أي كان في مشاكل في كذا في كذا، مساعدة الليبيين. الأمر الآخر
هو تحسين صورة الليبيين لدى العالم أجمع. الآن نحن ثلاثة أيام ونحن نقصف، والعدوان من أربع جبهات خمس جبهات على عاصمتنا الحبيبة، بل على ليبيا بالكامل. أقول بكل صراحة على ليبيا بالكامل منذ أربع وخمس سنوات، هل سمعنا سفير واحد عقد مؤتمر صحفي وشرح فيه الوضع في ليبيا ومدى الاعتداء على الحكومة الشرعية الذين أعطوها الدول العظمى هذه الشرعية؟ وإلا هي كلمة، وإلا هي لهاية زي ما يقولوا كلمة الشرعية. لم يعقد مؤتمر واحد يشرح للعالم مدى الكارثة الموجود فيها ليبيا ومدى المأساة ومدى الاعتداء على ليبيا والقتل والخطف وسرقة الأموال، لم يعقد. الآن لنا ثلاث أيام الهجوم على العاصمة الحبيبة طرابلس ولم يتكلم واحد ولم ينبس بكلمة واحد، بل أضف إلى ذلك وزير الخارجية نفسه كبير القوم زي ما يقولوا لم يخرج ببيان واحد. يا أخي إذا كان أنت موجود في حكومة مفروض أنك تمثل هذه الحكومة، وإلا اذهب اذهب الحفتر، مثل حفتر أنت، يبدو أن هواك موجود هناك. أيضا أريد أن أطالب، لابد سفراءنا يكونوا سفراء ثورة فبراير، لابد يكونوا سفراءنا سفراء لثورة فبراير، يشرحوا للعالم ما معنى ثورة فبراير، ما هو الوطن الذي نريده، ما هي الدولة التي نريدها. أما سفراء ولا وزراء خارجية كانوا على عهد القذافي، على عهد الطغيان والإذلال، لا يمكن أن يكون لهم مكان بين ثورة فبراير وبين أحرار فبراير. الوضع تغير والبلد تغيرت والمفاهيم تغيرت والنفوس تغيرت، لابد لنا من سفراء يمثلوا لنا أحلامنا، يمثلوا لنا عقولنا، يمثلوا لنا مطالبنا بحق وحقيق، لابد أن نأخذ حقنا. هكذا هي الثورات، لابد أن تقاد من أهلها، لا تقاد من الأنظمة المستبدة، الأنظمة البائدة، الأنظمة صاحبة الطغيان والجبروت التي عاثت في الأرض فسادا وقتلت الليبيين وسجنت الليبيين وصادرت حقوق الليبيين وشنقت الليبيين، كل هذا فعلت الأنظمة السابقة. الآن وزير الخارجية يمثل هذه الأنظمة، فكيف لنا أن يتحدث على ثورة فبراير وعلى شباب فبراير وعلى ثوار فبراير وعلى أحرار فبراير؟ هذا ضرب من الخيال وهذا مستحيل. لابد لنا من سفراء جدد بنفسية جديدة بحيوية جديدة كي يعبروا للعالم مدى التغيير الموجود في ليبيا. أما عدا ذلك فهو نوع من الخيال ونوع من الحرب، المشاركة في الحرب على ثورة فبراير وعلى القضاء على فبراير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مدينتنا العاصمة وأن يحفظ ثورتنا وأن يحفظ أبنائنا وأن يهدي أهلنا المغفلين، أهلنا المغفلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم ويرجعهم إلى الجادة، فكفانا دماء، كفانا خراب، كفانا دمار، لا نريد شيء أكثر من إقامة دولة يحترم فيها الإنسان والعدل والحرية والدستور والانتخابات. هكذا هي بلادنا، لا نريد عجبا من القول ولا نريد بدعا من القول. طيب سيد العبيدي، بعض الأسرى الذين وقعوا بين يدي قوات الجيش الليبي وهم تابعون لميليشيات الكرامة كانوا من مواليد 2002 و2003 ولم تتجاوز أعمارهم 20 عاما، كيف يعقل أن يرضى أهالي هؤلاء بإرسالهم لجبهة قتال بعيدة تمتد لأكثر من 1000 كيلومتر عن بيوتهم، ولا يوجد لهم أي دعم ولا يوجد لديهم أي خطة عسكرية، فقط إرسالهم لترويع الآمنين والدخول عليهم في بيوتهم؟ أول بالدرجة الأولى يا أخي الكريم هو التضليل الإعلامي، الضخ الإعلامي، أو إلى الآن أو الكذاب الأشر ما يسمى المسماري، هذا إلى الآن يكذب وينافق ويوهم الناس. أول مرة، هذا هو التضليل الإعلامي، هذا سبب كبير. الأمر الآخر أقولها بكل حسرة، ضيق ذات اليد وعازة الناس وذل الناس للمال وللمادة قد يشارك مشاركة كبيرة في إعطاء هؤلاء الأطفال، هؤلاء الأبناء، كي يذهبوا لقتل إخوانهم ولقتل أولاد عمومتهم في طرابلس وفي العاصمة وفي المناطق. أيضا الأمر الآخر،
أمر الجبروت الطغيان يا أخي. القذافي عاد من جديد في صورة هذا المجرم، مجرم الحرب المتمرد، عاد من جديد الطغيان والجبروت والإجبار. تصور يا أخي من الـ الأشياء أن كان يلموا في الطلبة، هذا ما أغلبيتهم طلبة في المدارس، كان يلموا فيهم على أساس أن في عرض عسكري بيقام في غريان ولا في كذا. تصور كيف ما كان يفعل القذافي، عرض عسكري في تشاد وعرض عسكري في الكفرة، وهذا كان على رأسه حفتر أيضا هذه المؤامرات لكي يزجوا بأبنائنا في هذه المحرقة وفي أتون هذا الحرب، والخاسر فيه هم الليبيون والخاسر فيه هو الوطن. نقول لأهلنا بالله عليكم اتعظوا بهذه السنوات التي رأيتم فيها الذل ورأيتم فيها الفقر ورأيتم فيها الحياة النكدة والعيش النكدة، رأيتوها بأعينكم، رأيتوا الكذب والزيف والباطل، رأيتم كيف يسرقوا في الأموال. تصوروا يا أهلنا، ربما ما تعلموا، ربما كانت ميزانية المنطقة الشرقية العام الماضي 35 مليار. تصوروا الجيش كم أخذ منهم، أخذ منهم حوالي 17 مليار، أي ما يعادل 44% من الميزانية. وين هي هذه؟ ما حقتوش منها أنتوا شيء. معناها في سرقة، في ناس تتاجر بدماء أبنائكم، تتاجر بعقولكم، تتاجر بأجسادكم، تتاجر بكل شيء. فبالله عليكم اتعظوا وافطنوا الأرواح، كم يسد كم عيال، يسد كم نزيف دم، يسد كم خراب ودمار. يعني تركناكم في المنطقة الشرقية، جيتوا لعند المنطقة الغربية 1000 كيلو، وبلاد كم مدمرة مخربة، تجوا 1000 كيلو باش تدمروا العاصمة طرابلس وتخربوا الحياة المدنية، الحياة الحرة، الحياة الجميلة، تبوا تخربوها حتى هي باش تقعد كلها صحراء وحدة ويقعد خراب واحد ويتربع بعدين فيه مجرم الحرب حفتر. يعني هكذا بكل بساطة يرضيكم هذا الشيء؟ معش عندنا عقل نحن؟ أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيش واحد يقول هايا يا هو هايا على الوطن مش هكي؟ لنا 7 سنوات ونحن نعانوا في هذه المذابح وهذا الخراب وهذا الدمار، ويتلاعب بنا الغرب والشرق، وتتلاعب بنا الدول المجاورة ودولة الموبقات، هذه ما تسمى بالإمارات، هذه كلها تتلاعب بنا على آلاف الكيلومترات، اللي تخصصوا في الفساد وتخصصوا في الفتن وتخصصوا في ضرب النسيج الاجتماعي والقضاء على الثورة الليبية، تخصصوا فيها تخصص ما يكفي كمش ما فعل السيسي في أهله، الآن يدزلنا في هذا باش يعودنا حتى نحن الخراب والدمار. أبنائكم أقل من 20 سنة تحقوا فيهم في الفيديوهات كيف مدنقرين رؤوسهم، يعيشوا في ذل ويكبروا في ذل ويكبروا في المهانة. كيف تتوقع منا أن يكون راجل ويكون صاحب مسؤولية بعد هذه المهانة وبعد هذه الذلة؟ نعم، أشكرك السيد سعد العبيدي رئيس رابطة مهجري مدينة بنغازي، كنت معي عبر الأقمار الصناعية. أشكر أيضا الدكتور محمد فؤاد المحلل السياسي والصحفي. أعتقد بأن السيد محمد الضرات معي عبر الهاتف. سيد الضرات، طيب، يبدو أننا قد فقدنا الاتصال به. على أي حال، على صعيد المستجدات الميدانية، وردت أنباء بدخول ثوار الزاوية إلى مطار طرابلس العالمي وأسر عدد من أفراد ميليشيات الكرامة وأيضا غنم العديد من الآليات، كما تواردت أنباء عن قصف الطيران التابع لحكومة الوفاق وقوات الجيش الليبي هنا في المنطقة الغربية لإحدى مدارج المطارات التي يستخدمها حفتر كرفع لمعنويات ميليشياته المحاصرة في المنطقة الغربية. أيضا كان هناك أنباء عن محاولة روسيا إعاقة إصدار بيان يدين تحركات حفتر، وقالت بأنها لا يمكن أو لن ترضى بأن يذكر اسم حفتر في البيان صراحة، ويجب أن توجه الدعوة لكافة الأطراف في مقابل إصرار أمريكي على ذكر حفتر شخصيا. رجع معي السيد محمد الضرات مرة أخرى. سيد الضرات، أرحب بك من جديد. أهلا وسهلا سيد الضرات. نعم،
على صعيد المواقف الرسمية كانت لهجة الخطاب واضحة وصريحة وجلية من قبل السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي. إذا كان هذا الموقف واضحا ووصل حد الاحتجاج على فرنسا وسياساتها الداعمة لحفتر وهو ربما خطاب غير معهود من السراج، لماذا المطالبة بإقالة الطاهر السيالة وزير الخارجية، وهل سيكون خطابه وتأثيره إن صعد لهجة الخطاب أكثر من تأثير المجلس أو رئيس المجلس الرئاسي نفسه؟ تصحيح فقط، أنا لم أطالب حقيقة باستقالة أحد، لعل بعض السياسيين أو المدونين طالبوا باستقالة السيالة، ولكن أنا شخصيا أرى بأن يعني التعامل مع هذه الأحداث يحتاج إلى كثير من الحكمة والتروي. لا أنا سيد الضرط، أنا لم أقل بأنك طلبت بإقالتي، أنا أتحدث عن من طالبوا للتوضيح فقط. نعم طيب. نعم صحيح. على كل حال يعني لعل البعض استاء من بعض التصريحات التي صرح بها الوزير بشكل يعني في نوع من أو يعني رأى هؤلاء الناس أنها ضعيفة نوعا ما أو لم ترتقي إلى مستوى الاعتداء الذي حدث، ولكن أنا أتصور الآن سراج خطابه كان واضحا، أعلن النفير العام، أعلن التصدي لهذا العدوان، أصبح الآن الجميع مشترك في 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 هذه العملية من السراج إلى القادة العسكريون. فموضوع سيالة أعتقد هو يعني يعالج مع رئيس الحكومة بشكل أو بآخر، لعل هناك خطاب يعني خارجي له أبعاد. أنا أتصور دور وزير الخارجية أكثر من خطاب هو تواصل، يجب أن يكون هناك تواصل مكثف مع الدول أولا لي يعني إيصال وجهة النظر بشكل واضح، ثانيا لإبعاد خطر أي تدخل خارجي مباشر يعني يكون له أثر سلبي على استقرار البلاد. ولذلك على وزير الخارجية، وأعتقد هذا يعني هذه المهمة تصب في صلب عمله، أن لا يتوقف عن التواصل وتحذير كل الدول التي يعني يتوقع منها التدخل بشكل غير قانوني وبشكل سلبي في البلاد. فلعل التصريحات لدي وجهة نظر أو غيرها، أنا لا أريد أن أدخل في هذه الزاوية حقيقة، ولكن نريد أفعالا واضحة يعني في الاتجاه الصحيح. الآن هذا الاعتداء لا شك بأنه اعتداء يعني لا يمكن التعامل معه إلا بالرد بنفس الفعل وبقوة أكبر. أيضا يجب أن تكون المواقف لها موحدة، ويكون هناك، لأن حقيقة من يملك التواصل مع الدول الخارجية بشكل سهل وسلس هي وزارة الخارجية. أيضا نعلم بأن الأزمة الليبية هي أزمة يعني الجزء أو جزء كبير منها هي صراع دول، صراع خارجي. نحن اليوم رأينا في قرار مجلس الأمن منذ قليل أو فيما حدث في مجلس الأمن هناك تدخل من بعض الدول أو من روسيا لمنع يعني ذكر اسم حفتر في 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 هذا البيان، حتى لا يصبح حفتر يعني مجرم بشكل واضح من قرار مجلس الأمن. نحن نعرف قرارات مجلس الأمن لا يمكن تعديلها ولا يمكن إلغائها، فهي نهائية. نعم هذا ما يخص السيالة، نحتاج منه إلى تواصل واضح وصريح لمنع العدوان من أي دولة، وأيضا لإيصال يعني رؤية يعني الحكومة طرابلس بشكل واضح للجميع. طيب أشكرك جزيل الشكر سيد محمد الضراط المحلل السياسي، كنت معي عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، على صعيد آخر التطورات، أنباء من المنطقة الشرقية وبالتحديد من مدينة طبرق تتحدث عن رفض كتيبة عمر المختار التابعة لميليشيات الكرامة التوجه للعاصمة طرابلس بعد تكليفها من قبل قائد ميليشيا الكرامة خليفة حفتر بالتوجه للعاصمة طرابلس. مشاهدينا الكرام، سننتقل إلى الساعة الثانية من هذه التغطية بعد موجز لأهم الأنباء، ابقوا معنا في أمان الله.
We'll be right back.